صلاح اكيد بعد الفيديو مثلا. الف مبروك طبعا، انت شرف لاي واحد مصري ان احنا بنتابع مثلا الدوري الانجليزي ونتابع ليفربول، واحنا فعلا مين من احسن لاعب في الدوري الانجليزي واحسن لاعب افريقي، ان شاء الله يبقى من احسن لاعبين في العالم خلال السنتين اللي جايين. ومحمد محمد صلاح خليتنا مفخورين ان احنا مصريين. متوقع ان هو يفوز باللقب ده؟ طبعا متاكد 100% ان هو هياخد اللقب. طبعا شايف مين تاني لعيبه ممكن ان شاء الله على السنين الجايه يفوز برضه باللقب مؤهله يعني؟ احمد حجازي، تريزيجيه، احمد حمدي، احمد حمدي لو خد الفرصه. دول اللي جايين. متوقع ان كوبر ياخد احسن من المدرب؟ مع اختلافي الشديد مع طريقه لعبه يعني، بس هو بيأدي المفروض منه. مدرب بيكسب، مدرب وصلنا كاس العالم، عرفناش وصلنا لها كتير. ليه لا؟ هو مبروك طبعا، هو بجد فعلا يستاهل احسن لاعب في العالم مش افريقيا بس. انا بحبه جدا، ويعني الفريق يعني هو اكيد بالفريق كله واللعيبه كلها، بس هو يعتبر القايم بالفريق كله اصلا، يعني هو فظيع ما شاء الله عليه. مبروك وعقبال ما ياخد ان شاء الله احسن لاعب في العالم كده، والكلام اللي هو يتقال ريال مدريد ان شاء الله تشوف لاعب في ريال مدريد الموسم الجاي ان شاء الله. اتوقع ان هو اللي لا كان كل توقعات وحتى بنسبه التصويت هو كده بنسبه عاليه جدا حوالي 90%، فحتى كان في هم قاعدين في المؤتمر امبارح باين اللي هو نجم النجم، حتى الكاميرا عماله تيجي عليه كذا مره وبيضحك الناس كلها عماله تقول صلاح. ف ممكن ينافس لحد مصر؟ لا حد مصر صعب جدا. طيب اكيد جايه هو مطلع صبحي، هو ممكن يكون هو الفتره الجايه يكون هو لا في افريقيا مفيش نجم دلوقتي في افريقيا مش اوبن يونج كويس مش وحش، بس برضه الكيرف بتاعه نزل بقاله فتره، مع حتى الاجوان اللي جايبها مع الدوري الالماني مش زي السنين اللي فاتت، هو جاي دلوقتي حتى حد سبع او ثمان اجوان مش زي ما السنين اللي فاتت بتاعته، مستواه بينزل. هو الكيرف اللي بيعلى بتاع محمد صلاح، وان شاء الله لما يضل صبحي وان شاء الله لسه تاني. طبعا احنا بقالنا 28 سنه ما دخلناش كاس عالم، فكوبر عملها فلازم ياخد كاحسن مدرب يعني. صلاح يعتبر افضل لاعب في مصر وفي افريقيا، ومستواه حاليا يؤهله ان هو يلعب في اكبر انديه اوروبا، برشلونه، ريال مدريد، بايرن ميونخ. اتمنى ان هو يفضل مستمر على ادائه ده وفي نفس المجهود، وباذن الله في خلال الثلاث اربع سنين اللي جايين هيوصل لنادي اكبر من ليفربول باذن الله. شايف كم مين ممكن ينافسه هنا من المصريين؟ كمين ينافسوا هنا لاعبين مصريين؟ لاعبين مصريين حاليا؟ لا حاليا مفيش حد، احنا مفيش لاعب مميز. طب السنين الجايه شايف مين مؤهل ان هو يكون ياخد الجايزه؟ رمضان صبحي لو شد حلو شويه، تريزيجيه لو شد حلو وراح فرق اكبر. لعيبه افريقيه بقى مين كان ينافسوا؟ اللعيبه الافريقيه ممكن بيرو بيمانج برضه السنين الجايه، ساديو ماني، رياض محرز طبعا، سليماني، في كذا لعيب. كوبر لما خد افضل لاعب افضل مدرب شايف ان هو يستحقها ولا هو خدها بس عشان احنا دخلنا؟ هو كوبر اخد الجائزه دي بناء على النتائج مش بناء على الاداء. ببارك له طبعا، فخر لمصر ولاي حد طبعا يتمنى ان هو يكون زيه ويوصل لربع اللي هو يتمناه. هو يستحقها بصراحه، انسان متواضع وخلوق ومفيش زيه تاني تقريبا، سواء هو او بتريكا من وجهه نظري، يعني من الناس القريبه من ربنا، ودايما عشان هو قريب من ربنا هيوصل، ولسه قدامه حاجه، لسه هو لسه عملش حاجه تقريبا من اللي هو بيفكر فيه واللي هو يتمناه. محمد صلاح طبعا فخر العرب وفخر لمصر وفخر لافريقيا ويستحقها عن جداره. شايف مين ممكن ينافس السنه الجايه من المصريين او المحترفين؟ حاليا مفيش حد بصراحه. من الافارقه طيب؟ منتخبات مش لازم. هو بصراحة أحسن واحد في أفريقيا دلوقتي في العرب هو محمد صلاح.